ثوان معدودة كانت كفيلة بتحويل بيروت إلى مدينة منكوبة. أمام مشهد الموت المؤلم والدمار المرعب تغيب كارثة أشد خطورة عن المشهد، فلبنان المنهكة اقتصاديا والمتعبة سياسيا والممزقة طائفيا خسرت اليوم إلى جانب عشرات الأرواح البريئة ميناءها البحري الأكبر بكل ما يحويه من مخازن للقمح والأغذية والأدوية والوقود. سيناريوهات عديدة طرحت كسبب للانفجار الكارثي، إلا أن جميعها تصب في سلة الفساد وتغول أطراف سياسية على الدولة ومخدراتها، وتؤكد أن ما حصل ما هو إلا أمر دبر في ليل. أمن نووية بمعنى كم صاروخ من عنا زائد هول حاويات الأمونيا بحيفا نتيجة قنبلة نووية. وكما في كل الكوارث التي تصنعها السياسة تدفع الأوطان والشعوب المسحوقة ثمن فساد وجشع أصحاب القوة والنفوذ والمال، فمن يحمي الأبرياء والمسحوقين من نيران الحروب الوهمية الممولة؟